بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان نائب الفاعل. بداية تعالوا نتعرف على نائب الفاعل. نائب الفاعل هو اسم يأتي بعد فعل مبني للمجهول ويحل محل الفاعل بعد حذفه. خدوا بالكم، نائب الفاعل مرة تانية هو اسم بيجي بعد الفعل المبني للمجهول مش المبني للمعلوم، وبياخد مكان الفاعل بعد ما يحذف الفاعل. زي ما اقول حوصر جيش الاعداء، حوصر جيش الاعداء. طيب الحكم بتاعه يرفع نائب الفاعل دائما، بس هو بيجر بحرف جر زائد، فبيكون مجرور لفظا مرفوع محلا. زي ما اقول لم يقرر من شيء جديد، لم يقرر من شيء جديد. طيب أنواعه، تعالوا نتعرف على أنواع نائب الفاعل. نائب الفاعل بيجي اسم ظاهر زي قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. طبعا هنا كلمة الإنسان هي نائب الفاعل وده اسم ظاهر. ويأتي نائب الفاعل ضمير متصل أو منفصل أو مستتر، يعني مثال على الضمير المتصل زي ما أقول عوقبت البارحة على إهمالي. طبعا هنا نائب الفاعل هو الضمير المتصل تاء الفاعل. مثال على الضمير المنفصل زي ما اقول ما يكرم الا هو. طبعا هنا نائب الفاعل هو الضمير هو، ضمير الغائب هو، وهو ضمير منفصل. اما مثال الضمير المستتر لن اهزم، طبعا هنا نائب الفاعل هو انا، لن اهزم انا. كمان بيجي نائب الفاعل مصدر مؤول بالصريح، أن والفعل المضارع، مثالها ينتظر أن يثمر عملنا، والتقدير هنا إثمار. طبعا أن يثمر ده أن والفعل المضارع وده المصدر المؤول، فبنجيبه المصدر الصريح إثمار. الصورة التانية من المصدر المؤول إن ومعموليها اللي هي إن واسمها وخبرها، زي ما أقول يؤخذ عليك إنك متهاون، والتقدير طبعا تهاونك. طبعا إنك متهاون، هنا طبعا إن والكاف هي اسمها ومتهاون خبرها، ده طبعا مصدر مؤول والمصدر الصريح منه تهاونك. طيب كمان نائب الفاعل بيجي جملة زي ما نقول قيل لا تهملوا واجباتكم، قيل لا تهملوا واجباتكم. كمان يجي نائب الفاعل شبه جملة، طبعا بالشكلين المعروفين الجر والمجرور، زي ما اقول جلس في الغرفة، فهنا نائب الفاعل شبه الجملة في الغرفة. والشكل الثاني انه يجي ظرف مكان، زي ما اقول اقيم عندنا. اما بالنسبة لظرف الزمان زي ما نقول سوفر يوم الخميس، سوفر يوم الخميس. ملحوظة اخيرة، ينفع نائب الفاعل يجي مسبوق بحرف جر زائد، زي ما اقول ما كوفئ من طالب. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. اسال المولى عز وجل ان ينفعني واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم استاذ هيثم المصري.